شكرا. بلا ليمون بيضرب طعمة الشاي. تفضلوا. شكرا لك. المهم وين كنا؟ قلت لي اشتغلت سنين انت والشيف ايوب مع ايوب وطباخين غيره، كتبت لكم اسماءهم. لما حكاني الشيف ايوب قال انك ماهر بالطبخ الفرنسي، بس غريبه ولا مره سمعت اسمه. امور عاديه يعني، حتى انا ما كنت بعرف انه في مكان مثل هذا لحتى الشيف ايوب قال لي. يعني صارت معادله بمجهولين، بس النتيجه لازم تكون مميزه. احتمال ما يضل حدا ما بيعرفك او بيعرفنا. هي هي نيتي بالضبط، نصير حديث الناس. بس نحن فعلا لنا اسم بين الناس، وانا كمان واثق انه صار لكم اسم. يعني مديرات حلوين مثلكم شي نادر انه يتواجدوا بمجالنا. مو هيك كان قصدي. حق جاملكم. مينو الأكلات بمطعمنا دقيقة كتير، لأنه الست ناز هي اللي اختارتها. مينيو ممتاز، بس النتيجة وسط. كيف فعرفت؟ كنت مهتم أني زور المكان اللي رح أشتغل فيه. ممتاز. جيت على المطعم وطلبت وجبة. بدكن الحقيقة، أنتو بحاجة ماسة لي. ومشان هيك طلبت تقابلنا، مع أنك بتعرف أنه عنا شيف موظف؟ لأنه أيوب طلب مني دق وقال لي أنتوا محتاجين شيف جديد لمطعمكم، لهيك جيت. حسب ما فهمت رح يكون عندك اقتراحات جديدة بتخص الشغل، صح؟ طبعاً. رائع، حلو كتير. شو عم يصير؟ عم تخططوا من ورائي؟ شو عم تحكي؟ إجا للتعارف مو أكتر عيب. من هيك. عيب عليكم، أنا مو غبي. سمحت. أصلاً كنت حاسس إنكم رح تعملوا هيك. شو ما عملت ما بيعجبكم. يا شيف لا تفهمنا غلط. هذا لك اللي طلبته وبالتوفيق. مبروك عليكم. تهنوا بالشيف الجديد وخلونا نشوف شو رح يصير. يا شيف ما بيصير هيك. لوين رايح؟ طول بالك بس كلمة. شيف راح. شو بدنا نعمل؟ كبير كتير علي. أكيد رح تعطوني أصغر، مو؟ بس دقيقة واحدة. استنى، ممكن تسمح لنا نحكي كلمتين على انفراد؟ عشوي. روح جيبي لي شوية نعناع. حطي الجزر كمان. يلا إن شاء الله تضلوا على طول مبسوطين هيك. الله يسمع منك، إذا بتحبي انضمي لنا ما عنا مانع. شمري عن إيديك وتفضل. يلا نحن عم ندور عليك فوق، وحضرتك نزلت على المطبخ وبلشت شغل بدون حتى إذن. الزباين ما بيستنوا. بكفي جوكان. القوام منيح، ما بقى تحرك. ميرال إذا خلصتي شغلك ساعديهم هني. حاضر شيف. أنتي إسراوية؟ إيه. برافو، بقوة. حركي لحتى تطلع الرغوة البيضة وتصير مثل الكريمة. مو كان لازم نحكي قبل ما تبلش شغل مشان نتفق؟ ما اتفقنا؟ ما في نظام للمطبخ، حاطين قواعد مهمة. أنا قريت كل القواعد المكتوبة، إذا في عندك أي قاعدة جديدة بتحبي تضيفيها بلغيني فيها خطياً. مبيني علاقتك مع القواعد والنظام سيئة. هيك رأيي؟ يا شباب، يا شباب، انتبهوا لي دقيقتين. قبل ما نبلش بالشغل على المزبوط، في عنا كم قاعدة مهمة لازم نحكي فيهم، والشخص اللي ما بيطبق بعرف شغلي معه، تأكدوا أني ما رح كون متسامح مع حدا. رقم واحد، ممنوع حدا منا يشتغل بالمطبخ بوش عابس أبداً. رقم اثنين، يلي ما بيضحك بلاله المطبخ، صح؟ رقم ثلاثة، أنا مستمتع إذا أنا موجود. أو تفضلي جهزي الأكل أنت. شيف فورات، ممكن أحكي معك كلمتين برا لو سمحت؟ الرقم أربعة، يلي بيمسك سكاكين بقطعه تقطيع، راي المطبخ أمان برأيك. تمام شيف. هالشاب كتير مهضوم، إن شاء الله يضل معنا بالمطبخ. على القليلة بيضحك مو مثل بعض ناس. إيه لا تفرح كتير، تعرفي الست ناس ما راح تخلي يكمل لهالشاب. مثل مشايف فورات بيك، نحن لسه ما خبرناك إذا توظفت ولا لا، لهيك شو عم تعمل بالمطبخ من هلأ؟ أنتي ما بدك يعني أنا ما نقبلت؟ يعني فيك تقول لسه، وبنفس الوقت ما رفضنا، يعني وظفنا. بس لا تفكر إنه تأكد هالشي، لسه بدنا نتعرف على بعض. طبعاً نتعرف. شكلك بتحب المزح، واضح. وهي هي المشكلة، هالشي ما بيعجبني أبداً. إذا ما كنا جديين بالشغل ما بقى نقدر نسيطر على الأمور، ولهيك لو سمحت رجاءً لا تأثر على الفريق بشكل سلبي. خلينا نتفق على الشغلة أول. أنت بتقولي عنه شغل وأنا بقول عنه أكل. ما فيك تحضري الأكل وأنت عابس بنوب، لازم تحضري بحب. اسمعني، بحترم كتير قديش بتحب شغلك، وأنا كمان بحبه مثلي مثلك، بس الشغل بدون قواعد ما بيمشي. وقلافتي بالتوت. على وشك تجهز. برافو عليكم. شيف
المديرة؟ حضرتها بيكون مساعدك ما هيك؟ شو الأخبار بتنتشر؟ يعني مثل ما بلشت بالشغل عنا بدون ما تسألنا كمان بلشت توظف من دون ما تسأل حدا. شو كمان؟ إذا ناوي تقلعني قلي مشان جهز حالي. استغفر الله يا مديرة، أنت تاج راسنا ولو؟ ليك أنا ما بدي أحكي معك شيء قدام الفريق، بس قلت لك كون في نظام التزم فيه منيح مشان نعرف نتفق. لو عن جد في عندك نظام ما كان الشيف اللي قبلي ترك الشغل وأنا ما كنت أجيت. شيف سمكت العجينة منيحة هيك؟ رقة كمان لسه. ليش هاي؟ هاي للبيف. عفوا؟ أنسيناز الشيف طلب منا نحضرها بعجينة اللحمة. عن جد شو رح تعمل كمان؟ عم لبس الأكل الفرنسي توب تركي. هالشي ما بيصير بسرعة، عملوا الوصفة الأساسية يلا. لا تخافي من هالشي يا روحي، أحياناً التخليط منيح. بس مو بهالطريقة هاي. شيف إن شاء الله الأمور عم تمشي معك تمام، لأنه ضيوفنا صاروا رح يوصلوا. تمام؟ نحن مستعدين. حلو كتير. تعالي جاكي اتصال ضروري، تعالي معي يلا يلا. لأنه كان واضح تماماً بنبرة صوته أنه شخص عم يتقلى. لا تزعلي حبيبي، العروس أسومان يومها كانت بكامل وعيها، وهالزلمة ما كان بيملك شيء، كان مجرد دب جبلي. الاتصالات والنقاش والصوت العالي كله استعراض، كان كله مبالغة وكذب كذب. هذا أسلوب الشيف بالتقديم، إن شاء الله صحة وهنا. ناكل بإيدينا؟ أعطوه معلقة. تفضل. دوق تفضل، قلي إذا الحد منيح ولا بدك كمان. لنشوف. إيه؟ تايلان؟ تايلان قلي شو في؟ عادي مو حد هالقد. عم أهلك لا تبالغ. تايلان لك هذا سم. تايلان أنت منيحة؟ تعي رح لفلك ياها. أنا بتصرف. أنت بتتصرفي؟ هالمرة تركيني أتصرف. جرح بسيط. الأنسيناز هي اللي اختارت البهارات؟ اتفقوا مع شركة بتعمل البهارات من مواد طبيعية، إن عندهم جبناها. شيف؟ أنا بعتت وراك مشان ليستت بكرة. بعرف ولهيك بعتت لك مساعدي. بس أنا بعتت وراك أنت. وأنا قدامك تفضلي. هي هي الليستة، بدي تتقيد فيها بالحرف. لا بعدين. طلع فيني، رح تتقيد فيها، ما بدي نقاش. نحن مننفذ وبس تمام؟ ليك البداية كانت بلا أي خطة ولا برنامج، إياك تفكر إنه نستمر بهالشكل، هون كل شيء فيه نظام، ما في شيء بيصير هون بلا ما أعرف فيه، كله بعلمي وبموافقتي. لما طلعت النار خفت عليكي، كنت بدي اسحبك من هون على الجهه الثانيه بسرعه، مو دائما فينا نسيطر على كل شيء هون. سامحيني انسى نازل، حق علي توترت شوي وغلطت. حلو احترق. فهمت علي، هي الليست عندك، حضر كل شيء لبكره. طالع شم هوا برا. عن جد الله يستر. أنت مطول هيك؟ خير، شوفي فيك تمشي، أنا ما بستخدم هالبهارات هي بالأكل. دقيقة دقيقة، البهارات شو فيها؟ منتجاتنا كلها عم نحضرها بعناية كبيرة، يعني حتى معلمنا. يمكن معلمكن ممتاز، بس البهارات لا.
الواضح انه في اخطاء كبيره انعملت بهالمطبخ، بس من هون ورايح انا موجود. يا الله، انت بتعرف بكل شيء صح؟ نحن عم نتعامل مع افضل منتج بالمدينه، بس لا كمان شفنا بيفهم اكثر. صار عندي فضول كبير اعرف كيف شكل البهارات المنيحه. حاضر، تعالي معي. ممكن تترك ايدي؟ مو عندك فضول تعرفي البهارات المنيحة؟ رح ورجيكي، تعال. لك اتركني. عن جد هالشاب طلع شاطر وجريء كتير، أخذها غصب عنه. رفيقي مجنون. قصدي الشيف مليان بالحيوية. يا ست شي بنام. قديمة بس ممتازة، اطمني. يعني بدنا نروح نشتري بهارات هلأ ولا شو؟ بعدني ما فهمت. هلأ الكنترول بإيدي، أنت عليك تسترخي وبس، تمام؟ أنتي؟ عفواً، من إمتى رفعت الكلفة بيناتنا؟ ها؟ قلتي شي؟ موسيقى؟ حاضر، يلا رح شغل. يا ربي دخيلك، إمتى رح تخلص هالأزمة؟ قلت شي؟ قلت ذوقك كتير حلو، رائع. محسوبك بحب هالغنية كتير. يعني من كل عقلك جبتني معك على السوق المصري وكتير واسق بحالك. ايه؟ انت منيحة؟ منيحة، منيحة. فرات كيفك؟ بتاكلي؟ لا صحة. وصلنا. قصدك هون؟ ايه هون. هذا كيف رح نوثق فيه؟ وثقي بحالك، هون بدك تلمسي بإيدك وتمشي وتدوقي كل شيء، شو بدك أكتر؟ يلا. كيفك رحمن؟ الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله. وينه جليل؟ شكرا. يلا بعدين. يلا بسرعة. اهلين جليل. اهلين فرات، اهلا وسهلا. شكرا. اكيد هاي المدام، سمعنا انك تزوجت. لا عمي. ايه والله بتكون مدامتي. ما شاء الله عليكم يا بنتي، كتير لابين لبعض. المدام مثل الملاك، اسم الله. مثل الملاك بس لبست هالفستان وطلعت. قلت لها ما بصير تروح على السوق هيك، بس بعدها جديدة وعنيدة. ايه لا تخجل يا فراد. طيب البضاعة بالمستودع؟ ايه، انا بدي روح صلي وانتي خدوا اللي بدكن اياه وبعدين بنتحاسب. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. ليش ما قلت له انه ماني مرتاح؟ زلمة ختيار، شو بدي قله؟ ما حبيت اكسر بخاطره. ليكي بلكي الله نطقه. عم امزح، الله لا يفرجي حدا هيك يوم اسود. عن جد مانك طبيعي وفي شي بعقلك. وهلا تفضلي، هي هي جنتنا. هذا المكان احسن من المصنع، كثير نظيف. لا يغرك المظهر. كمون و نعنع، فليفله حمراء وسماء. السماء عند عمي جليل غير شكل، انت لازم تدوقي. وهاد استني لشوف. وين طالعة؟ طيب thank you.
اتضايقت، فينا نطلع؟ معقولة صاحبت مطعم وبتتحسسي من البهارات؟ مو من الكل، القرفة أتشو أكتر شي. بعديلي لفتح، بعديلي شوي. علي يا الله منك يا عم جليل، فيك شي؟ دقله بسرعة. ما في تغطية. شو يعني انحبسنا هون؟ روقي وقعدي دقيقتين، تعي شوي شوي قعدي. انت عندك اي مرض؟ استني استني استني، تنفسي تنفسي اهدي تنفسي. انا معك، انت معك ربوشي؟ لا لا، ناز 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 تنفسي يلا سوا. تعالي تعالي يلا يلا. ارتي بسم الله، شبك نقصتيني؟ شبك آرتي؟ حسيتك رح تسبني على الرعبة اللي ارتعبتها. استغفر الله، أنسي شي بنام. أنا ما بسبك، أنا ما بسب، بعمري ما سبيت حدا. إيه هيك أو هيك؟ هيك وهيك. وين؟ هون وهنيك. شو هالحديث المفيد الواضح؟ آرتي بتعرف إنه أنا ما بشبع من الحكي معك. بيّن. شكلك مو حابب تحكي على الصبح. معقولة هالحكي أنسي شي بنام؟ استني شوي، شبكي؟ إيه هيك ها، خليك رايق وخلينا نقعد ونحكي على رواق. تفضلي يلا. طيب شو هي هدية؟ هدية لحبيبتك؟ طبعاً لا، أصلاً أنا ما عندي حبيبة، أنا ماني مرتبط تعرفي. إيه طول بالك، لا تعصب، ما حكينا شي، لا تعصب. هيك هالقصة بتزعجني شوي. هي هدية تايلان إذا أنا مو غلطانة، مشان ناس. أنا ما عندي صلاحية أعطي معلومات بهي المواضيع. الله الله، ليه عم تعاملني مثل ما بيعاملوا الصحفيين؟ عندي فضول أعرف، وبوعدك ما خبر حدا، حتى ناس ما رح أقلها. أنسي شي بنام، والله العظيم قلت لك ما في شي. تمام لا تحكي لي، وأصلاً معك حق، ليش مين أنا لتوثق فيه؟ استني، ألماس يعني بده يخطبها بحفل الكتاب. أنسي شيبنام، خلي السر بيناتنا، الله يوفقك. طيب خلي السر بيناتنا أنسي. أنسي شيبنام خلي السر، لا تنسي. أنسي شيبنام راحت. يسلموا إيديك. صرتي أحسن صح؟ إيه صرت أحسن. إيه الحمد لله الحمد لله. فينا نرجع المطعم؟ لا ما فينا. ليش؟ أنت مو قلت إنه جليل رح يبعتلنا البهارات؟ لا، بما أني جيت لهون ما رح روح قبل ما أكل كبدة. كبدة؟ عندك مطعم بالمدينة وما بتعرفي شو في حواليك نكهات؟ لوين؟ على الأكل. بس أنا بدي روح. على راحتك، أنا آسف. تعالي تعالي يا خانم تعالي. ما في شي بيضحي. مبلا. ايه والله. ليش مستغربة كل هالقد؟ ما رح ياكلوكي، انت رح تاكلي. من بعد اذنك، ممكن تجيب لي صحن وشوكة لهون لو سمحت؟ هاي طريقتنا انسي. ليش؟ نحن بالقرن 21 واخترعوا كل شي بدك اياه. اسحبي يا انسي. شو بدي اسحب؟ تمام تمام، اترك اترك. يلا تفضلي. لا ما بدي. رح تندمي إذا ما أكلتي منهم.
براحتك. شو عجبتك؟ طيبة بس مثل غيرها. واضح كتير إن مثل غيرها، والدليل إنك ما تركتي منها شيء. بما إنه قعدنا عنده فعيب ما آكل. طبعاً طبعاً هاي. صحتين وهنا. يسلموا إيديك. صح وهنا. ايه لسه ما شكرتيني. ليش؟ لانك جبت لي المصايب مثلا؟ لا، لاني جيت وطعميتك اطيب كبده ممكن تدوقيها بكل حياتك. بقدر صور الثنائي الحلو؟ صورنا. اي ثنائي هاد؟ بلكي الكون عم يبعث لنا رسائل، مو هي الموضه اللي منتشر اشارات وكون وابصر شو كمان؟ سكرت امك وخلصني منها. شو صور؟ ايه يلا تعالي يا قلبي تعالي يلا. حكي حكي خليكي مبتسمه تعي مشان ما يقولوا الاولاد امنا كانت عابسه. شو عم تقول للزلمه العمى؟ قديش انت واحد ابتسامه.